أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على الصلاة دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية والرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين على فترة من الرسل وقلة من العلم فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته أوصيكم يا عباد الله وإياي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يقول الله سبحانه وتعالى بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أما بعد All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him and we glorify Him on this blessed day of Jumu'ah, in this great month of Allah, the month of Muharram, Al-Mu'azzam Al-Haram. We praise Allah subhanahu wa ta'ala as He is deserving to be praised in times of happiness and ease, as well as in times of difficulties and trials. For it is Allah subhanahu wa ta'ala who is praised in all situations. Last week, we witnessed the shahada of Sister Mariska. She accepted Islam, and it was such a wonderful experience. It always is. I mentioned that in those early days of Islam, when anyone would accept Islam, the Sahabas would be so happy. They would cry tears of joy. The Prophet ﷺ says that when Sayyidina Umar ibn al-Khattab accepted Islam, the inhabitants of the heavens, meaning the angels in the heavens, they recited takbirat. When he accepted Islam, imagine this, the angels reciting takbirat. When Sayyidina Umar al-Khattab accepted Islam, it's such an amazing experience because it is the difference between heaven and hellfire, that acceptance of Islam that brings purification to the person, that all their past sins are forgiven and they start their life innocent like a newborn baby. And so this is something that you should all strive to do, to tell others about Islam and to share this beautiful shahada from last week with your family members, your relatives, your friends. And for this reason, we've posted it on our social media pages that you can easily access it and share it with others so that they would also feel the beauty of this experience. And then for you to reach out to
non-Muslims that you associate with, that you're in contact with at work, your neighbors at home, friends and so on. Tell them something about Islam so that they perhaps will be guided to Islam by Allah subhanahu wa ta'ala through your efforts. And those who are interested, you can invite them to come on Fridays here at the masjid. And the brothers can sit down in the back, sisters in the back can sit down, and they can listen to our khutbah. You never know how Allah subhanahu wa ta'ala may guide someone. So I want you to spread this event and every other shahada event. We've had so many of them, very often, shahada here at the Islamic Forum. Spread it with others and strive to convey this message of Islam to the non-Muslims you come in contact with. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Baldighu anni walau ayah." Convey from me this message, even if it is one verse, one statement, something you know from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Convey to others that perhaps they can be guided to Islam. Today, I want to share with you, as we continue our series on Mahabbatu Ahlil Bayt, the love of the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in this month of Muharram. This is a month that we remember the Ahlul Bayt because of the great sacrifices they made for Islam, and especially those who witnessed and participated in Karbala, the occasion of Ashura. Sayyidina Imam Hussein, the noble grandson of the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, made this ultimate sacrifice, gave his life for Islam, for Allah subhanahu wa ta'ala, for his noble grandfather. Made this sacrifice, and many members of his family and supporters made that sacrifice. We remember them and honor them. I share with you this hadith that is reported by Imam At-Tabarani and Imam Al-Hakim in their collection of the sacred words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this hadith is narrated by Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. He said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O sons of Abdul Munaf." So this is now referring to his family, because Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran that he should warn his family, his kith and kin, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. So the Prophet alayhi salatu wasalam was very mindful about his family, his relatives, those who are close to him, to give the message of Islam to them. And among the first things he did after he received revelation from Allah subhanahu wa ta'ala on Jabal Nur, this mountain of light, the cave of Hira, Ikra bismi rabbika ladhi khalaq. And he returned to his wife, Sayyidah Khadijatul Kubra. And then he started to reach out to his family. And it was on one such occasion that Sayyidina Ali accepted Islam, still a young boy then, living in the household of the family, sallallahu alayhi wa sallam. And the Prophet invited his family and told them about Islam. And in those early days, they rejected. But he kept telling them. So here, he's addressing them. He says, "O sons of Abdul Muttalib, I pray to Allah that he maintains and establishes three things among you." See, the Prophet ﷺ is making this dua for three things, inviting his blood relations to Islam. Says, firstly, that the ignorant among you may acquire knowledge.
the ignorant among you may acquire knowledge. Because ignorance may lead to kufr, may lead someone to disbelief because of the ignorance, the lack of knowledge. But knowledge is like a light that guides you. So the Prophet alayhi salatu wasalam is telling his family that he's praying to Allah subhanahu wa ta'ala that the ignorant among you would acquire knowledge, ilm, knowledge of deen, knowledge of Islam, that they can know what is right and do what is right. That the misguided ones among you may receive guidance. The misguided ones among you may receive guidance. So those who are living in a state of misguidance, in a state of jahiliyyah, can receive hidayah from Allah subhanahu wa ta'ala, guidance to Islam. The Prophet is praying for his family in this way. And then it's not an empty dua, but he's doing something. For knowledge, he's teaching them. And he's calling them to the way of hidayah in this proactive way. Even though they would criticize him, like his uncle Abu Lahab and his wife Jamil, they would follow the Prophet during the day wherever he's going to tell people, and they would mock him and criticize him and be sarcastic to him. It hurt him tremendously because this is his family that's doing this. So, but he persisted. He persisted in telling people about Islam. And so the second thing is hidayah. Ilm, knowledge, hidayah, guidance. And the Prophet continues, says, and may you be bestowed generosity, helpfulness, and mercy. So this now is adab, good character, akhlaq, good behavior. Generosity, that you would have, you'll be generous with others. You'll always have this sharing spirit to share with others what you have. This is what the Prophet is praying for his family and showing them the way. For he was the most generous of people. To be blessed with helpfulness and mercy, that you will help others, that you will be merciful to others. So this concept of good character now, knowledge, hidayah, good character, to be helpful, to be merciful, to be generous, to have these qualities, that you're always willing to help others, to share what you have with others. And there's some people who just want to acquire more and more from themselves, whether they need it or not. That's all they're concerned about, acquiring more and more and more. They develop a sense, an attitude of greediness. On the other hand, there are others who acquire so they can give. They can share with others. And this is a prophetic example. This is what he would do. Acquire to give to others. Whatever he had, he would share with others. Because as the awliya would tell us, when you give to others, when you give your money for Allah subhanahu wa ta'ala, you're transferring your wealth to the hereafter. That's what you're doing. You're not losing it. You're putting it in a place where it will be there to benefit you eternally in that way. So, three beautiful characteristics that the Prophet ﷺ want his family to live by, and it's for us to be mindful about this. And then he says, one who prays and fasts all his life
and that is between a rukun and al maqam. So he's talking about someone who has some good qualities. So he's mentioning another important aspect of our life as a Muslim. He says you do that, pray, fast, and you die between rukun, meaning rukun al-yamani at the Kaaba, the special corner of the Kaaba just before the black stone, rukun al-yamani, and al-maqam, meaning maqam Ibrahim, that's near to the Kaaba, the special place of Sayyidina Ibrahim, Prophet Abraham alayhi salam, meaning you die in the best of place. But you harbor malice, hatred against the Ahlul Bayt, you'll be made to enter the fire of hell because of that hatred for Ahlul Bayt. In another rewind, another narration, you will be chased away from the Hawda Sharif, the special fountain of the Prophet ﷺ on the Day of Judgment, because of the hatred of Ahlul Bayt. Therefore, the love of Ahlul Bayt is what should be in our heart. And this is the aspect of our character that pushes us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have these, we develop, we acquire these three characteristics of ilm, hidayah, and adab. But then the Prophet alayhi sallallahu alaihi wasallam said that's not enough. Our relationship to him and his family is a key component, a necessary, essential condition for our acceptance by Allah subhanahu wa ta'ala, our love for him and his family. And so this month of Muharram is a time for us to strengthen, develop, and allow this love, this mahabbat to grow in our hearts for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and for his noble family. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless us with great mahabbat in our hearts for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and for his noble family. Ameen, ameen, ameen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inshallah, the volunteers will be walking this off. Please encourage them with your generosity. We kindly request you to make a generous donation to the Islamic Forum today, and to include in your niyyah as well for your donation, your sadaqah today for the new Islamic year that has started now, the great month of Muharram, and especially for Ashura, to include your niyyah today that you're donating on behalf of this occasion of Ashura. Because in the riwayah and the narrations mentioned that when you donate for Ashura, you're blessed for the rest of the year. Allah subhanahu wa ta'ala bless your possession, your wealth, increase your rizq, and so on. So with that, whatever you're donating, you include that niyyah in addition to whatever else you want to do, and you increase your blessings just by your niyyah that you do. We encourage you to throughout this month of Muharram to donate for Ashura as much as possible. Your niyyah is that I'm donating this for this occasion of Ashura, that the awliya, for example, Sayyidina Sufyan ibn Uyayna radiallahu anhu, he said he tried this for more than 50 years and only found khair, only found goodness in it, in this practice. Yes, so we encourage you to do that, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد We, our children, our students, they are now on their summer vacation, and it's coming to an end soon. In September, they will start their new school year. And we welcome all the children who are here today for Jumu'ah. We hope you can come every week, tell your parents to bring you inshallah every week for Jumu'ah. And I want today to say something about
the pursuit of knowledge and the seeking of knowledge. One of the three things that the Prophet ﷺ prayed for was knowledge, that those among his blood relations that are ignorant will acquire knowledge. Knowledge that would help them to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet in another hadith, he says, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah," aw kama qala alayhi salatu wasalam, that if someone goes out in search of knowledge, they make sacrifices to seek knowledge, then Allah subhanahu wa ta'ala makes their path to Jannah easy for them. He facilitates their path to Jannah by this act of seeking knowledge. And so knowledge is very important, and our children, our students need to understand this, the importance of seeking knowledge, that they would strive hard and work hard to acquire knowledge, to study hard, so that they can pass their exams and they can be successful in their studies, because it is the stepping stone for their future, for them to have a future. As the awliya would say, al-ilmu sultan, knowledge is power, wa huwa silahul mu'min, and it is the weapon of the believer. Our weapon is knowledge. Acquire knowledge and you will acquire power. So for parents, family members, elder siblings, we need to engage with our children and let them know the importance of knowledge. Our ummah excelled in seeking knowledge, produced some of the greatest scholars humanity has ever known. This dedication to seeking knowledge. And so engage your children that they can seek knowledge. Spend time with them. Encourage them, help them. Let them see that you are interested in knowledge, and they will become interested in knowledge. And they will seek knowledge. And we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala grant them success in their studies, that they can become great, strong Muslims and excel in their lives and be able to serve this ummah more and more. So we want to mention that today as well. And I want to leave with you a part of a quote from Imam Shafi'i, the great Imam of our ummah. He says, "All humans are dead except those with knowledge." That if you don't have knowledge, you're like a dead person. But if you have knowledge, you become alive. You become active. You become significant. You can do things that would benefit you and benefit others. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us with knowledge, and especially our children. Bless them with that knowledge. The most important knowledge is knowledge of deen, knowledge of Islam, knowledge of the Quran, knowledge of tawheed. Let them understand that, that they can excel in their Islamic knowledge and excel in their worldly knowledge as well. And that's our dua for them today. Finally, I mentioned last week, and I just want to remind you again and request you, my daughter Fatima delivered her baby Khadija, and we kind of request you to recite Fatiha for them in shares of 100. Like if you can recite 100 Fatiha, that for them, we kindly request you to do that, and we thank all those who have done that already, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless them and bless you. Ameen, ameen, ameen. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الحبيب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وأن أهل البيت أجمعين وأن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون آمين 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 Inshallah, if you can please stand up and make yourself for Salah. Just looking at your toes, make sure your toes form a straight line. Put your toes at the top of the line so you can remain straight, inshallah. Just look at the brother or sister next to you and make sure they have a straight line, inshallah. Look at your toes, make sure your toes form a straight line. We want to welcome the family members, relatives of, well, family members of Sidi Rani who are visiting from England, and they're here to pray Jumu with us. We welcome them to the Islamic Forum. Thank them for being with us today, inshallah, as we welcome all of you and thank all of you for being there, inshallah. Those online, please make sure your lines are straight. Brothers in front, sisters in the back, facing Qibla, inshallah. Sawasufukum yarhamuna yarhamukum Allah. Aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حقا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم آمين آمين آمين. Thanks to all of you for coming to the Islam Forum for Jumu today. Please tell others, bring others next week Friday. Jumu program starts at 1 p.m. every Friday, inshallah. Do remember to visit the donation boxes before you leave today with your generous donation. May Allah subhanahu wa ta'ala enrich you many more times for donating to the masjid today, inshallah. So do visit the donation boxes before you leave. And you can also visit the donation table if you want to use your credit card or debit card
to make your donations. We have terminals there, inshallah. And then there are the tap and go terminals for you to tap your card conveniently for your donations, inshallah. So may Allah subhanahu bless all of you. Thanks to all of you for being with us today, inshallah. And we hope to see you every Friday, 1 p.m. Toronto time. And special welcome to everyone online, all our brothers and sisters from many different cities, many different countries. We welcome all of you to the Islamic Forum. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. So for those online, you can put your request for dua. We would include all the near for dua, inshallah. At the top of the chat today, we welcome Sidi Abdul Wahab Abrahams from Cape Town, South Africa. Thanks for joining us, inshallah. And you can tell others, Muslims you know in South Africa, about the Jumu. They can join us, listen to the khutbah. Brother Nizam Haq, Sister Chandra Haq and family from Scarborough, welcome. Sidi Mary McGee, Sidi Bilal, Sidi Elijah from Richmond, Virginia, in the United States, welcome. Auntie Betty Amina Dean from Toronto, welcome. Sister Siobhan Dubey and the Dubey family, Sister Halima Dubey, the entire Dubey family from Ajax, welcome. Sister Zairul and family from Toronto, welcome. Brother Muhammad Firoz and family from Mississauga, welcome. Sister Zainatul Beg and family from Brampton, welcome. And we want to encourage those of you in the GTA area to come to the Islamic Forum for Jumu, inshallah, because your blessings are multiplied 27 times more. More than 27 times your blessings are multiplied if you come to the masjid, inshallah, to the Islamic Forum. So we encourage you to do so, inshallah. Sister Brenda Williams and family from Harlem, New York, welcome. Sister Bibi Afroz Bimsen from Orlando, Florida, and welcome to you and your family. Sidi Hasib Sityasi and family, welcome. Sister Bibi Zamina Razak and family from Cotton Tree Village, West Coast, Barbados, in Guyana, South America. Welcome. Thanks for joining us. Brother Abrar Muhammad and family from Italy. Welcome. Thanks for joining us. Sister Shakila Majid and family from Florida. Welcome. Brother Adam and family, welcome. Brother Haider Ali and family from Toronto, welcome. And Brother Adam, if you can kindly put in your city where you're from, inshallah, country where you're from. Brother Hassan Shabir and family from Italy, welcome. Thanks for joining us for Jumu today. Sister Janna Taylor and family from Richmond, Virginia. Welcome, Sister Janna Taylor. Thanks for joining us for Jumu today. We hope you join us every week, inshallah, 1 p.m. to Toronto time, and also the daily program in the evening at 7 p.m., inshallah. Brother Keith McDonald, Sister Ulla, Brother Juan from Toronto, welcome to all of you. Sister Bibi Ibrahim, Brother Muhammad Ibrahim and family from Florida, United States, welcome. Sister Bibi Farida, Babs and Umar from Pembroke Pines in Florida, United States, welcome. Thanks for joining us, alhamdulillah. Sidi Ilyas Ahmed and Roxana Begum from the city of Dimapur in India. Welcome all the way from India, alhamdulillah. Sidi Don Franks
and family from Chicago. Welcome, and says, recited 300 more Fatiha for baby Khadija. Alhamdulillah. Shukran Sidi Dan Franks. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Sister Wasima Shah and family from Brampton. Welcome, Sister Wasima. Thanks for joining us. Brother Akib and family from Brampton. Welcome, Brother Akib. Akib, thanks for joining us. Alhamdulillah. Siti Yasmin Ahmad from New York. Welcome to you and your family. Sister Abid and Sister Shamail and family from Manchester in the United Kingdom. Welcome. Siti Neil Backus and family from Guyana, South America. Welcome. Alhamdulillah. Brother Aubrey Mays and family from Bermuda in the Caribbean. Welcome, Brother Aubrey and your family. Alhamdulillah. Brother Jamal Ali and family from Miami. Welcome. This is Shireen Jabbar and family from Scarborough. Welcome. Thanks for joining us. Sister Rihanna Amirullah in Maple. Sister Azimullah in Richmond Hill. Brother Ramzanullah in Maple. Brother Azimullah in Etobicoke and your families. Welcome to all of you. Alhamdulillah. We make dua for Azim's granddaughter, Ziawallah, who has her birthday today. We say happy birthday, inshallah, make dua for you. And Sister Rihanna, please convey her birthday greetings to Ziawallah. Sister Zarina Wazid and family from Brampton, welcome. Thanks for joining us. Alhamdulillah. And Siti Asia, this hand here. Come. Yes. Like this. Very nice. Siti Asya says, Alhamdulillah, her beautiful khutbah today, highlighting the words of ilm, of knowledge, hidayah, guidance, and good character, adab. Alhamdulillah, shukran. You can enter that information tonight in the chat to benefit others, inshallah. Brother Shafqat Khan and family from Mississauga, welcome, Brother Shafqat. Thanks for joining us. Brother Ashik Aku from the city of Bangalore in India, welcome, make dua for you. Thanks for joining us. We hope you can join us every week, 1 p.m. Toronto time, and every evening, 7 p.m. Toronto time for the daily program. Sister Nafisa Ali and family from Scarborough, welcome. Thanks for joining us. Alhamdulillah. Brother Mustafa Bashiruddin, Sister Zarina Bashiruddin, welcome to all of you, make dua for your dad, inshallah. Thanks for joining us. Alhamdulillah. Sidi Shamir, Sidi Samir, Sidi Amir, Sidi Shabir, Sidi Shafir, Sidi Shahjah, Sidi Sadika, Sidi Alima, Sidi Medina from Queens, New York, in United States, welcome to all of you. Alhamdulillah. Thanks for joining us. Brother Marcus Rushing Sr., Brother Roy Walker, Brother Marcus Rushing Jr. from East St. Louis in Illinois in the United States. Welcome to all of you. Alhamdulillah. Siti Razia, Siti Taru from Scarborough. Welcome. Thanks for joining us. Sister Bibi Muhammad, Brother Fazl Muhammad, Sister Rihanna Muhammad and family from Scarborough, welcome to all of you. Thanks for joining us. Alhamdulillah. So those are the brothers and sisters in the chat. We want to make special offer them and for everyone online and for the entire IFC family. So we'll do Fatiha now in dua, including our niyyah, for all the requests for dua, whatever you requested, and whatever you'd like to make dua for, put the niyyah in your heart, and we make that dua for you. So kindly join me in reciting Fatiha. ربنا تقبل منا ربنا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 شكرا. Thanks to all of you for joining us. We hope you can join us
Every Friday, inshallah, and then for the evening program every day at 7 p.m. as well. And please remember to tell your family members, your relatives, your friends, and other Muslims you know, tell them about the program. Encourage them to watch the program, inshallah. They'll benefit and you'll receive increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you always in the shade of His special mercies. Until we meet again, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.